السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم يا شباب هنا على الكونيك سيكشنز. وأول كونيك سيكشن عندي البارابولا، والبارابولا عندي هيكل بارابولا والهاي بارابولا والإليبس. التلاتة في صفة مميزة فيهم، إن دايما أي نقطة أي بوينت عندي على الكيرف بتاع الكونيك سيكشن بتاعي، البوينت ده بعدها عن نقطة ثابتة جوه القطع الى بعدها عن خط مستقيم ثابت بيساوي اي، اسمه الاسنتريستي او الاختلاف المركزي. حلو. الاي بتتميز في البارابولا انها ايكوال 1، وفي الهاي بارابولا ليس ذان 1، وفي الاليبس والهاي بارابولا جريتر ذان 1، وفي الاليبس ليس ذان 1. طيب كل قطع عندي هيتميز هو سيمتريك حوالين اي محور وليه، والايكويشن دي معادله بارابولا بالذات ليه. طيب احنا قلنا بي اف بعد النقطة اللي عليه PF إلى PM equal E، يعني PF على PM equal E، النقطة الثابتة بتاعته هي الـ F اللي هي الفوكس بتاعته. والM ده هو مين؟ هو الM ده هو الدايركتريكس أو الدليل بتاعه. كل قطع بيتحدد ببؤرته وراسه ودليله. الفيرتكس هي السنتر هنا في البارابولا. حلو. تعالوا بقى نشوف أول حاجة كده القطع البارابولا، القطع المكافئ بيميزه ان دايما فاريبل عليه تربيع والتاني اوف فيرست اوردر. لو الاثنين تربيع مش هنا يا شباب، لو الاثنين تربيع مش هنا، يعني دايما يا اكس تربيع يبقى واي اس واحد، واي تربيع اكس اس واحد، وهكذا. سيمتريك اباوت ذا فاريبل اوف اوردر 1، متماثل حوالين المحور اللي من الرتبه الاولى مهما كان شكله. فور اكزامبل تعال نشوف الشكل في الشمال كده، اكس سكوير ايكوال 4 اي واي، اكس سكوير ايكوال 4 اي واي، ده يبقى هو متماثل هنا مين اللي من الرتبه الاولى؟ واي. يبقى انا هلفه حوالين الواي الموجب عشان اشاره واي موجب. حلو. المفروض 4 اي دي هقسمها ديفايدد فور 4 ديفايدد باي 4، يبقى دايما اللي معامل اللي من الرتبه الاولى هاخده اقسمه على 4 واطلع منه الاي. همشي جوه القطع مسافه ايه وارجع بره مسافه ايه، همشي من راسه مسافة ايه عشان اجيب الفوكس بتاعته او بقرته، وارجع من راسه مسافة ايه عشان اجيب الدايركتريكس او دليله. بس الايه اللي جوه القطع دي بوينت، واللي بره ده دايركتريكس، ده ستريت لاين. يبقى انا مشيت ايه عندي زيرو ايه، همشي ايه على محور واي تبقى زيرو ايه، ارجع ايه يبقى واي ايكوال نيجاتيف ايه. طب تعالى واي سكوير ايكوال 4 اي اكس، نفس الحركة، همشي مسافة ايه وارجع ايه، بس ده متماثل سيمتريك اباوت اكس اكسس عشان اكس هو اللي من الرتبة الاولى. همشي مسافة ايه وارجع ايه، امشي ايه عشان اجيب الفوكس، مشيت ايه اهو بقيت ايه وصفر، ارجع ايه، هرجع ايه، ده انا ماشي على محور اكس، واكس السالب يا اكس ايكوال نيجاتيف ايه هو الدايركتريكس بتاعه. حلو جدا. طب تعالى نركز بقى في الاثنين دول قوي. الاشارة النيجاتيف دي اكس سكوير ايكوال نيجاتيف 4 اي واي، الاشارة النيجاتيف دي مش اشارة طول، ده اشارة رسم، عمر الطول ما هيبقى نيجاتيف. يبقى 4A زي ما هي 4A وهمشي ايه، امال هو سيمتريك اباوت واي اكسس وواي نيجاتيف، محور واي السالب. طب تعالى هنمشي ايه، همشي ايه جوه القطع، هو باصص ناحيه واي لتحت، همشي ايه، يبقى مشيت ايه وهرجعها، همشي ايه جواه، يبقى كده زيرو نيجاتيف ايه، ارجعها يبقى واي ايكوال نازل عمودي على محور واي اهو، واي ايكوال ايه. طب تعالى نفس القطع واي سكوير ايكوال نيجاتيف 4 اي اكس، متماثل حوالين نيجاتيف اكس اكسس، محور اكس السالب ليه؟ عشان اكس هو اللي من الرتبه الاولى والاشاره دي اشاره رسم. طب وشه ناحيه اكس السالب، امشي جوه ايه؟ يبقى سالب ايه وصفر، ارجع ايه؟ ماشي حوالين محور اكس الموجب، حلو عمودي على اكس اهو، يبقى اكس ايكوال ايه اللي هو الدايركتريكس بتاعه. وتعالى نشوف ايه بقى؟ 4 ايه اللي احنا قلنا فوق دي اللي انت بتاخد تقسمها على 4 عشان تجيب الفوكس وتجيب الدايركتريكس، هي طول عندي معين بيميز البارابولا ده. اشمعنى؟ اي خط واصل من اي بوينت لاي بوينت على القطع اسمه كورد او وتر. طب ولو بيمر بالبولر او الفوكس اسمه بولر كورد او وتر بؤري. حلو جدا. طب ولو نزل بالبرنديكولر اسمه لوتس ريكتم وطوله هو 4 اي، واخد 2 اي من فوق فتحه القطع من فوق و2 اي من تحت زي ما احنا شايفين الرسم اهو. يبقى اللوتس ريكتم عند اللينس بتاعه 4 اي، اللي هو الكوفيشنت اوف فاريبل اوف فيرست اوردر، معامل اللي من الرتبه الاولى.
تعال ندرس اول اكزامبل اكس سكوير ايكوال 4 واي. ده كده سيمتريك حوالين مين؟ حوالين واي اكسس. ليه؟ عشان واي هو اللي من الرتبه الاولى. طب ما هو 4 اي بيساوي 4 تطلع اي بواحد، يبقى انا هبص حوالين واي الموجب، همشي مسافه واحد وارجعها من الفيرتكس. الفيرتكس 0 و0 او السنتر، امشي مسافه ايه اللي هي واحد، يبقى همشي 0 و1 ارجعها نازل عمودي على محور واي الدايركتريكس قصادك اهو، يبقى واي ايكوال نيجاتيف 1. حلو كده يا شباب؟ يبقى انا البارابولا اهو جبت فيرتكس وجبت فوكس وجبت دايركتريكس، وكده انا عرفته دايما الفيرتكس في نص المسافه ما بين الفوكس والدايركتريكس. تعال نشوف المعادله دي، واي سكوير ايكوال نيجاتيف 16 اكس. طيب ده كده سيمتريك اباوت ايه؟ نيجاتيف اكس اكسس. ليه؟ اكس شرطه سالب. طب ما 4a ايكوال 16 تبقى لقينا نفسها ب 4. طب تعالى بقى، هو باصص ناحيه اكس السالب، ماشي 4 وراجعها، ماشي من 0 و0 4 وراجع، ماشي 4 يبقى نيجاتيف 4 و0 ارجعها، يبقى قام نازل عمودي على اكس اكسس، يبقى اكس ايكوال 4. يبقى مشيت a جبت الفوكس، رجعت a جبت الدايركتريكس. تعالوا نشوف استادي الايكويشن دي، 5 واي سكوير ايكوال 16 اكس. معادله دايما الصفه العامه بتاعتها اللي سكوير لوحده واللي ما فيهوش سكور مع اي حاجه الناحيه الثانيه. المعادلات اللي فاتت كانت مش مظبوطه، المعادلات من هنا فيما تحت كلها هظبطها. يبقى هنا واي سكور ايكوال 16 اوفر 5، ده سيمتريك اباوت مين؟ اكس اكسس. ليه؟ عشان اكس هو اللي من الرتبه الاولى. طب ما هي 4a ايكوال 16 اوفر 5 تبقى ليه نفسها ب 4 على 5. حلو، همشي وارجع. طبعا اللوتس ريكتم بكام؟ ب 4a على بعضيها ب 16 اوفر 5. طب امشي وارجع كده، همشي 4 على 5 وارجعها،